السلام عليكم، مرحبا فيكم في الحلقة الثانية من تختيم لعبة Shadow of the Colossus. كالعادة قبل لا نبدأ لا تنسوا اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم الفيديوهات أول ما تنزل. يلا بدون مقدمات زيادة خلونا نبدأ. أوكي، في الحلقة الأولى غلبنا وهزمنا أول عملاقين في اللعبة، والآن متجهين إلى العملاق الثالث اللي هو عملاق أسميه عملاق المطرقة. ولو رفعنا السيف نلاحظ لازم انه يكون من هذا الاتجاه. لو اشرنا السيف مرة ثانية هذا هو اتجاه العملاق. يلا ليتس جو. طبعا بنعبر على نفس طريقنا اللي عبرناه عشان نغلب. تشوف جثة عملاق الثور اللي غلبناه في الحلقة اللي راحت موجودة، كل ما قتلت عملاق جثته تبقى ما تروح. طبعا العالم هالعالم ده فاضي ما في اي بشر، في حيوانات انا استغربت انه بس في حيوانات، سحالي وطيور. نشرنا مرة ثانية من دي الجهة، نلاحظ لو في مجسم او شيء زي كذا نقدر نصيد من في شجرة اتوقع فيها فاكهة. نروح نتأكد بس. شوفها. نايس. نايس. اوكي يلا يا اقرو خلينا نكمل المشوار. اخ لو رحنا سيدا بنحصله. خلينا نروح منه ونشوف. طبعا عاد ولا وصلنا للمكان بعرف ولا وصلنا ولا سحلية. رجع اقرا. وين راحت؟ اشوفها. لحظة اوكي اذكر وين رحت يا اقرو. السحليات اللي تزيد الاستامنة عندنا تكون ديلها شو اسمه لونها مختلف او يضوي. تعال يا اقرو وين رحت؟ شوف هذه سحلية ثانية، بس نبغى سحليات اللي الديل حقهم ملون كما اذكر. وصلنا، هذا هو مكان العملاق الثالث عملاق المطرقة. اوه الموسيقى بوب 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 بوب. طبعا هالعملاق ما نقدر نستخدم اجرو فيه لانه موجود في مكان منفصل محاط بالمياه. يلا يا اقرو بروح برجع لك. طبعا تقدر تغطس صح؟ تقدر تغطس زي ما قلت. انا بجينا عملاقين اتوقع زيادة قاتلهم في في الماي بس اتوقع.
طبعا اللعبة الأصلية أول ما سووا اللعبة كان بيكون في ضعف عدد العمالقة، بس ما مداهم أيام البلاي ستيشن 2. اوكي اوه ما يقدر يتسلق من هنا. يبغونا نروح من هنا. اوكي بوم وصلنا. اوكي هذا العملاق لازم اوكي بوم. اتوقع هذا ابن اكو يمكن ثاني او ثالث اكبر عملاق في اللعبه. تلاحظوا ان ايده اليمين غريبه وفيها مطرقه وما نقدر نتسلقه، فالخطه ان نخليه يضرب هذه الجهه. ايوه 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 افا اوكي مو مشكلة. في بطنه في علامة، بخليه يلحقنا. تعال وراي عشان نتباعد عن هذه الدائرة يضربها. ايوه 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 قدام نايس. اوكي الان بدينا نتسلق فوق جسمه. بسرعه 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 بسرعه. لا ليش طحت؟ لا تحرك لا تحرك لا تحرك لا تحرك لا تحرك. نايس اوكي دقيقة دقيقة. اوب نايس. ركز على نقطة الضعف في البطن اول شيء. طير يركب للراس. اوكي انزل شوي عشان الستامنا. خلاص خلاص اوكي ايش اني اتسلق من فوق. احتاج اروح لليد. ابغى انط نقول بسم الله. نايس اطيح اطيح. اوكي الحين نركب لنقطة الضعف الموجودة في راسه. نايس ها
هرباليار انزل تحت هنا واستعيد الاستامنة عندي. لا لا طيح. نط ايوه اتحرك. دقيقة راحت العلامة. وين العلامة الأخيرة؟ اوكي لا تطيح لا تطيح لا تطيح لا تطيح لا تطيح. دقيقة مباشرة بشوف وين العلامة. إذا اليسار اشوفها. لا تطيح لا تطيح لا تطيح. اوه بوي الحين نحتاج نتسلق مرة ثانية. يلا يا حبيبي. ايوه لا لا طيحني لا طيحني لا طيحني لا طيحني. امسك امسك امسك. ايوه ايوه يا حمار. لا لا اوكي لحظه لحظه اوكي رجعنا اخيرا. لحظة لحظة نط. ايوه انزل. نايس. ها اخذت اكثر من وقتك. ضربة واحدة بس. نايس. العملاق الثالث is down. اهرب 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 اهرب. الظلام اللي طلع من الكلاسس يدخل داخل جسمي يستولي على جسمي واموت. بوم التمثال الثالث اتدمر. الآن العدو الرابع ما أذكر من هو العملاق الرابع. ممكن الطائر اللي يطير ممكن يعتبر صعب.
عدوك التالي هو في أرض الحقول الخضراء الواسعة صفوف من القبور المرشدة. هذا إنه عملاق بالفعل لكن ليس مخيفا. اوكي هذا هو العملاق اذكره. اوكي يلا ليتس جو. هل نطلع نشوف وين بالضبط العملاق؟ تعال يا اقرو. اوكي العملاق من هذه الجهة. اقرو حبيبي تعال. مشكلة اللعبة انا اتفهم الناس اللي يلعبوا اللعبة وما يستمتعوا بها، الكاميرا شوي مزعجة في اللعبة. بس لا تخطيت الكاميرا، عندك تجربة ما في مثلها في هالوقت الان، تجربة العاب ما في مثلها صراحة. اوكي نروح من هذا الطريق الى العملاق الرابع. اتوقع هذا هو الطريق الصحيح لان ما في نور هنا، نور الشمس وما يمدي ما السيف ما يولع. اوه وصلنا، هذا مكانه، ما توقعت انه قريب. اوكي هذا هو مكان العملاق الرابع. اوكي يلا يا اقرو انزل، شفيك خايف. اوكي لا سوينا بوم، العملاق مباشرة قدامنا. بوم، هذا هو العملاق الرابع، عملاق الحصان بسميه. شكليا يشبه الحصان او الزرافة حتى. على طول نشوف نقطة ضعفة، عند نقطة ضعف في رقبته. ابغى الاحظنا عشان يلحقني. اقرو حرك. اوكي اقرو مع السلامة. اوكي هذا فكرته، يبغوك تخليه يلحق الى هنا عشان تقدر تركب فوقه. الحين ضربته انا، ابغى يجي طالع هنا. دقيقة خلينا نطلع من الجهة الثانية. Huh?
قاعد يدورني الحين انا. اوكي ممكن نجحنا. دقيقة ايوه لا بعدنا ايوه نايس، هذا اللي تبغاه. الحين نزل يمديك تتسلق من هنا. اركب يا حبيبي. نايس. اخيرا هذا واحد ما تبغى تطيح من عليه. اوكي اقوى دقيقة اضربه قوة. شفت العلامة. في علامتين. لحظة. تاز. ايوه. بعد. اوكي خلصنا من هذه العلامة. ومن هذه نقطة الضعف هذه. نروح للجهة اليمين. نايس. اوكي نايس باقي الحين اللي موجوده في راسه. لا طيح. ايوه. ثلاث ضربات على الاخر يموت. نايس. العملاق الرابع is down. كالعادة تصاميم العمالقة في هاللعبة مرة ممتاز ومميز. اهرب. اخ بوم. التمثال الرابع لقد دمرناه. كم عملاق فيه؟ في 16 عملاق. يعني باقي حقنا باقي نغلب 12 عملاق.
أقعد أراقبها. هل رجعت؟ دورمن عدوك التالي هو يرخي بظل عملاق على بحيرة مغطاة بالضباب. بحيرة مغطاة بالضباب. الوصول إليه ليس مهمة سهلة. أوه هذا الطائر العملاق الطائر. أوكي هذه نقطة ممتازة إني أوقف فيها حلقة اليوم. إن شاء الله نكمل في الحلقة الجاية. إن شاء الله الحلقة الجاية بنهزم بعد عملاقين. نخلي كل الحلقة نهزم فيها عملاقين. فأتمنى أن الفيديو عجبكم. إذا عجبكم لا تنسوا اللايك. وإذا أنتم مشتركين في القناة اشتركوا كالعادة وفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم الفيديوهات أول ما تنزل. وإن شاء الله بشوفكم بالحلقة الجاية. مع السلامة.